بدي أخبركم عن آخر أسلوب للنصب بالأردن. شي صار معي من كم يوم، في رقم بيتصل فيه، أول ما رد بيجاوب يعني الرد الآلي إنه هيدي وزارة الداخلية وفي شكوى عليك وتم توقيف رقمك الوطني وبطاقتك البنكية. وبعدين بيرد شخص بيعرف عن حاله انه هو شيء، يعني بيقول اسمه ولقبه انه هو شيء بالدولة، وبيقول انه في عليك شكوى، بدنا بليز تأكدين الهوية تبعك، يعني انه رقمك الوطني. فانا اعطيته رقم الإقامة، فبقول لي رح حولك للقسم الثاني. انا بهيدا الوقت حطيته ميوت، ويعني كان في حدا استشرته بالموضوع وقلت له انه هيك قالوا لي، فحولوني لشخص تاني وكمان عرف عن حاله انه هو مسؤول عن هيدا الشيء. وبهيدا الوقت اخذ مني التليفون الشخص اللي قاعد حده يعني، وصار يستفسر منه مين حضرتك وين تخدم، يقول له عرف عن حاله وانا بخدم بهيدا المركز. قال له وين يعني بيصير هيدا المركز؟ قال له بعمان. قال له وين يعني بعمان؟ هلا انه هو بيعرف تفاصيل اكثر عن هول القصص وهيك، فبس زركوا بالأسئلة سكر الخط بوشه. الفكرة من الموضوع انه هو كان حابب بس يقول لي انه توقف الكارت تبعك وانه لنشغله، اكيد ينصب يعني ياخد رقمه، بس انه رقم البطاقة اكيد ما كنت رح اعطيه لحدا، بس انه هاي طريقة جديدة بالنصب انتبهوا له وما تشاركوا رقمكن رقم البطاقة تبعكن لأي حدا حتى لو البنك، يعني انتبهوا كتير على هذا الموضوع. نصابين كتير.